بونجور صديقتي. بونجور. مشغولة؟ عم جرب اشتغل، مش عم يطلع بإيدي شي. عم فكر بيلي قلت لي اياه امبارح. بفهمك من بعد اللي خبرتيني اياه امبارح. ضايعة فادية، مش عم بقدر حدد مشاعري تجاه مروان. بسيطة جنى، أنا برات القصة وبقدر أشوف الأشياء بشكل أوضح. جنى، أنت بتحسي شي تجاه مروان. هلا يمكن منه حب، بس أكيد أنت على الطريق الصحيح. وسيف. سيف، أنت بتحبيه من فترة طويلة، فتعودتي على قصة إنه تحبيه. أنا برأيي إنه هيدا ما عاد حب، صار عادة. مشان هيك ضروري تطلعي منه. اسمعي مني جنى، قدمي استقالتك من الشركة وبعدي عنه. ما بقدر أعمل هيك شيء. سيف بحاجة لإلي. وأنت بحاجة إنه تبعدي عنه جنى. أنت اللي سبتعطي فرصة لحياتك لحتى تنغرمي بمروان. لك عشو بعدك معلقة أمل على سيف؟ غير انه مغروم بوحده تانية، مجوز كمان. شو عرفك انه مجوز؟ ايه، ما كل الموظفين بيعرفوا انه مجوز وبيحكوا بالموضوع. غريب، هيدا الموضوع ليلى بيعرفوا. ولا ليلى اللي بيعرفوا بالموضوع؟ ليه هو مجوز بالسر مثلا؟ تقريبا مجوز على الورق بس، فلا كانت مرت خيي اللي توفى. كانت حبلة، أمه جبرته يتجوزها كرمال الولد، مع إنه روحته بعدين. و حبيبته بتعرف الموضوع؟ أكيد لا، إذا عرفت تتركه. طيب ما زال روحت الولد، ليه بعده معه؟ ليه ما بيتركها؟ القصة مشربكة، العيال بين بعض. هو ناطر لفلك تتخرج من جامعتها وتعتمد على حالها، بعدين بيطلقها وبيتجوز لنايا. الو؟ ايه بلشوا بالوراق. القصة ما بدها تفكير، قدمي استقالتك وروحي شوفي حياتي جنى. حاجة تفكري، اعملي مثل ما عم بقلك، لازم تبعدي عن سيف. ما بقدر فادي، في 100 شغلة أنا مسؤولة عنها هون، ما بقدر أعمل هيك شيء بسيف. طيب ما تستقيلي، على القليل خدي فرصة. أنت بيطلع لك فرصة سنوية شي 15 يوم، خديهم وبعدي عن الشغل، قربي من مروان. جربي حالك جنى. وإذا رجعت لمروان واكتشفت إني ما بحس له شيء، شو بكون عملت؟ بكون جرحته مرة تانية. على القليلة بتكون عرفتي على أي بار بدك ترسي. على حساب مروان. بوقت معين إيه؟ معليه. لازم يكون الواحد أناني ويفكر بحاله شوي، لو إذا غيره. إذا أنت منك مأكدة، أنا متأكد انك بس تبعدي عن سيف وترجع لمروان، رح تكتشفي انك بتحس شي تجاهه، وشي كبير كمان. انك هين والله، بس انت من مصلحتك انه تعترف لسيف انه بتحبه ترجع تتقرب منه، هيك تعمل مشاكل معنايا. ليه عم تتفشى كرمال تترك الشركة وترجع لمروان؟ أنا عم بتفشى عتنان يا صديقي، خليها هي تختار اللي بيناسبها أكتر، لأنه يعني أنا بالحالتين مستفيد. شكراً. إذا اختارت إنه تخبره لسيف إنه هي بتحبه، بطبيعة الحال رح تعمل له مشكل معنايا، مثل ما أنت كنت عم تقول.
وإذا قررت تقدم استقالتها من الشغل ساعتها بخلال الجو بأخذ مطرحها بالشركة. بيبيك شو زكي، أنت اللي ربحان على حالتين 100%. بس أنا بحس إنه رح تنقي مروان رح تستقيل من الشغل، وأنا هيدا بيناسبني أكثر، لأنه قصة نايا وسيف رح تخرب من ورا مرته بدون جميل حد. كيسك كيسك. خير جنى، شو صاير معك؟ معك حق، شكلي بحس له شيء لمروان. تأكدت من الموضوع لما رحت شفته بالباب. رحت أحكي معه لقيته مع واحدة تانية عم يخمرها. غريبة كيف ما بنعرف قيمة الشغلة إلا لما بنخسرها. طولي بالك، ما حدا بيستاهل تزعلي كرماله، لا مروان ولا غير مروان، أوكي؟ أنت بنت أي شاب بيتمناها بحياته. ضبطي لي جمالك